خلي بالك عشان تعرف ان القضايا دي اللي قد يستهين بها كثير من احبابنا واخواننا اخواتنا يعني قد تكون سببا من اسباب غضب الله على العبد. يا الله، الفحش في القول وفي الفعل قد يكون سببا من اسباب غضب الله على العبد. ايه والله، ايه والله، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، اي القبيح من الاقوال والافعال، وقد ظهر بل وانتشر قبيح القول وقبيح الفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان وغيرهما بسند صحيح، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يبغض، يكره، يبغض الفاحش المتفحش. يا الله، يعني لا تستهن بالكلمة، قد تسمع كلمات يعني تزلزل القلب في وسيلة من وسائل المواصلات تخدش حياء كل امرأة، يستحيي الإنسان إن كانت معه زوجته أو ابنته. قد تسمع كلمات خبيثة جدا في سوق من الأسواق في وسيلة إعلام، قد تقرأ كلمات تخدش الحياء في مجلة أو في جريدة، بل أحيانا حتى في جريدة رسمية. إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش، الذي يقول الفحش من القول ويفعل الفحش من الفعل، سبب من أسباب غضب الله على العبد، سبب من أسباب بغض الله للعبد. وآه لو أبغض الله عز وجل عبده، يا لها من خسارة، شقي والله في الدنيا والآخرة من أبغضه ربنا سبحانه وتعالى، ومن أحبه الله سعد في الدنيا والآخرة. بل في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. خلي بال حضرتك، وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. لا تستخدم هذه الألفاظ لا مع ولدك ولا مع امرأتك ولا مع مرؤوسك في العمل ولا مع أي أحد من إخوانك من المسلمين أو المسلمات في أي مكان عام أو خاص. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. إلى هذا الحد، والله العظيم الأزمة أزمة خلق، أزمة خلق. أنا لا أحتاج إلى أن يوجهني أحد، بل يجب علي أنا أن أراقب ربي سبحانه وتعالى. يعني لماذا أسب امرأتي؟ لماذا أسب ولدي بأقذع الألفاظ؟ لماذا أسب دابتي حتى الدابة؟ أيوة، انظر إلى خلق المصطفى، انظر إلى من علم الدنيا الأدب صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. يا سلام، يبغض الفاحش البذيء. بل تدبر معي، تدبر هذا الحديث الرقراق الجميل. أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا عارف والله أنك بتحبه، وبتتضرع إلى الله في الليل والنهار أن تكون معه. اللهم ارزقنا شفاعته وصحبته يا رب العالمين. طيب يا أخي، هل تتصور أو تتخيل حبيبي في الله أنك تستطيع أن تكون مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكون من أقرب الناس إليه في منزلته وفي مجلسه يوم القيامة؟ بماذا؟ بماذا؟ بحسن الخلق. لا لا، مش ممكن. بحسن الخلق يعني ما بنيش مثلا عمارات أسكن فيها الفقراء، ولا أبني مساجدا، ولا لا، بحسن الخلق. أنت ما تقدرش، فقير مثلي لا تستطيع أن تبني جامعا كبيرا ولا ملجأ للأيتام، ولا تستطيع أن تطعم الفقراء، ولا أن تعد مائدة الرحمن، ولا بحسن الخلق تدرك هذه المنزلة. لا لا، إيه الدليل على الكلام الخطير اللي أنت بتقوله ده؟ اسمع ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام الترمذي وغيره بسند، وأبو داود وغيره بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
لا لا مش ممكن، مش ممكن. يا الله على جمال هذا الدين، والله العظيم الإسلام كله جمال وكله أدب وكله رقة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو من علم الدنيا الخلق ومن علم الدنيا الأدب. لم يأتي للدنيا بالإرهاب ولا بالتطرف ولا بالبذاءة ولا بالفحش ولا بسوء الأقوال ولا بقبيح الأفعال، حاشا وكلا. وكل جاهل على وجه الأرض أيا كان مركزه وأيا كان منصبه هو الذي يتطاول على المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعرف شيئا عنه، لم يقرأ شيئا عن سيرته. لقد أعاد التلفزيون الدنماركي مرة أخرى هذه الصور البذيئة التي تسيء إلى طهر الطهر وشرف الشرف وكرامة الكرامة ووفاء الوفاء ودرة تاج الجنس البشري كله، لأن هؤلاء جهلاء لا يعلمون شيئا عن إمام رب الأرض والسماء، عن نبي رب الأرض والسماء، لا يعلمون شيئا عمن علم الدنيا الأدب والخلق والوفاء عليه الصلاة والسلام. آه لو درسوا سيرته، آه لو عرفوا أخلاقه ومنهجه. والحقيقة أقول مشكلة هي مشكلتنا نحن، مشكلة الأمة، لأننا إلى الآن لم نشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة خلقية، شهادة سلوكية، شهادة عملية. يعني لو أن رجلا من أهل الكفر أتى إلى مكان عام من المتنزهات على شاطئ النيل الجميل الذي هو آية من آيات الله ونعمة من نعم الله علينا، خلي بالك النيل ده من الجنة، النيل ده نهر من الجنة، نيل والفرات. النبي ليلة الإسراء رأى أربعة أنهار، رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، والحديث في الصحيحين، رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين. فسأل النبي جبريل عن النهرين الظاهرين والباطنين، فقال جبريل: أما النهران الظاهران فالنيل والفرات. في الجنة، في الجنة النيل والفرات، أيوة. وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة. عاوز أقول لو أن رجلا من غير المسلمين أتى ليمشي على شاطئ النيل فرأى مثل ما نراه نحن، رأى المخلفات والقمامة، جلس رجل مع أسرته في هذا المكان الرائع الجميل ليأكل هنيئا مريئا، أسأل الله أن يجعله عونا لنا ولكم على الطاعة، لكن بعد انتهاء من الطعام ترك المخلفات في مكانه ولم يسمح لأحد آخر بأن يجلس في هذا المكان بما فعله. ليه؟ ليه يا أخوانا؟ ليرى هذا المشهد. مستحيل بعد ذلك تقول له الإسلام حض على النظافة وحض على الجمال لا 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 لا، دعك من هذا، دعك من هذا. القول إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلب. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كيف أطلب من ولدي أن يكون على خلق مهذب جميل وهو يراني يعني أتلفظ جل كلامي بألفاظ بذيئة، بألفاظ قبيحة، بألفاظ لا تمت إلى الأخلاق الكريمة ولا إلى الصفات النبيلة بأدنى صلة؟ مستحيل يا إخوة، مستحيل. فحش في الأقوال والفحش في الأفعال سبب من أسباب غضب الرب على العبد، سبب من أسباب بغض الله جل وعلا للعبد. وحسن الخلق تدرك به درجة الصائمين، درجة القائمين بالليل لرب العالمين. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يا سلام. طب والله تخلي بالك كده، أنت عاوز تبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، هذا أمنية. طب ما تشوف الحديث ده، حديث رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أحبكم إلي، يا رب اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، إن من أحبكم إلي، الله أكبر، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. مين ده؟ مين ده الحبيب للنبي وقريب من النبي يوم القيامة؟ إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يا سلام، أحاسنكم أخلاقا. شايف الراجل، راجل مهذب كده مؤدب، ما يطلعش منه، ما يقدرش، وان طلعت يستحي ويخجل من نفسه، وتلاقي عمال يعتذر وعمال